انصر دينك يا ابو كمال، هو هيروح مننا فين؟ وبالمناسبه السعيده دي عايز اتكلم معاك في موضوع عائلي هام. خير؟ باختصار كده انا داير على واحده وعايز اتكلم عليها. الموضوع ده طالع في دماغي قوي. مين بقى ساعتها الحظ دي؟ ما انت عارفها، انهار بنت خالتي. انهار؟ اه، اكتشفت انها بنت حلال قوي وحنينه قوي وعندها بيت وعندها اساور. اه، جواز مصلحه يعني؟ مصلحتي يا راجل، لا مصلحه ولا غيره. اسمع خميس، انا رايي بلاش. ايه اللي حواراتك توريطه زي دي؟ الله، كوني اخطب انهار تبقى توريطه ليا؟ لا، توريطه ليا هي. اسمع خميس، انهار بنت حلال عايزه تعيش، بلاش تمرمطها معاك. انت هتقفلها ليه؟ تكونش عينك منها. انا مش عايز اقفلها ولا حاجه، انا بنصحك بس. مالكش دعوه يا اخويا، مالكش دعوه. يلا بينا نخطبها، يلا. ايه ده؟ مالك انهار بتعاتل ايه؟ اتفضلوا. اصل عمتي بعافيه شوي، ودتها للدكتور عشان يكتب لها على دواء محشره في المستشفى. يا الباقي في حياتك انهار. كويس يعني. طب ده بنت الحلال كنت تقولي الواحد فينا كان يجي معاك المستشفى. معلش، بسيطه ان شاء الله. قالوا هيعملوا لها تحاليل وممكن تخرج بكرة. أما أقوم أعمل لكم القهوة. أنا متهيألي مش وقته خميس. بتقول لك شوية تحاليل وهتخرج. ده أنت عليك حاجات يا جدع، أبويا في السجن وهي عمتها في المستشفى وأنت جاي تخطب. يلا يلا بينا قوم. طب والقهوة؟ قوم بس، قوم لا يقفشونا، قوم. افراد بكفالة 3000 جنيه. زي بعضه، ادفعهم حد محامي. وامر بإزالة العمارة. ايه؟ هذه العمارة كلفتها ربع مليون. احمد ربنا انها ما تهددش على الناس. هو حضرة الظابط مش هيني؟ لا مش هيني، اشكركم. اه يا ناري، لو اعرف مين اللي بلغ عني. يا بابا، ده انت اصول تشكرهم. انت كلامك بيلقطني. انت تسكتي نهائي. ست نورة برضه وده وقته يعني. انت تخلص خالص. يلا يا بابا نروح نعمل اجراءات. يلا يا بنتي. هتدي العمارة على دماغه. يا حلاوتك يا حلاوة. الخطوة جاية عارفها عزوز؟ طبعا عارفها. والمعلومات؟ مظبوطة. بيشتري اللحمة من الجمعية ب 68 وبيبيعها بالغلا والكاوي. كويس، المهم تبقى كبسة في اللحظة المناسبة عشان الظابط وهو متلابس. انت مش بتقول ان ابوك صرماتي؟ ما تقولش صرماتي يا معصام. الله، انا حاولت. انا اصلي يعني اقول يا ابني ان الراجل على باب الله يعني. اصل الحاج ابو خميس كان محوش قرشين عشان يحج، فاحنا هناخدهم يعني. اه يعني لسه الدنيا فيها خير. طيب يا ابني، انا لما اخرج هبقى اروح اشكره ان شاء الله. لا لا لا، تشكره ايه؟ تشكره ايه؟ اوعى تشكره، احسن ده يزعل قوي لما انت هتشكره. انا هروح اجيب لك فلوس. طيب. مالك مبلم كده؟ بتفكر في ايه؟ هجيب لي فلوس منين؟ طلع سلامة يا معلم، طورت محلاتك يا معلم. صل على النبي. الله يبارك فيك. ألف مبروك يا معلم. ألف مبروك. اتفضل يا سيدي المعلمين. اتفضل يا سيدي المعلمين. دلع السلامة يا معلم. ألف مبروك. يجيب السلامة يا معلم. مبروك على مجيك لينا يا معلم. المحلات موارد يا معلم. اشكر يا ابني انت وهو، كل واحد يشوف شغله بقى. حاضر يا معلم. يلا يا سيدي انت وهو. ولا الشير ده. نعم ايه يا معلم؟ خدت كوباية مية ساعة عشان ريقي ناشف قوي. تؤمر يا معلم. اوعى انت وهو. اتفضل يا حضرة الدكتور. ارجع بالمحل. احنا افتح التلاجة.
افتح التلاجة. اللحمة دي مذبوحة بمعرفتك؟ طبعا بمعرفتي. مال بمعرفت الجيران؟ اتكلم بأدب. حضرة الضابط شمع المحل. محل ايه اللي عايزين تشمعوه يا نصابين؟ اقفل إيه البوابة ولا واسحب السكاكين انت. هو انت اتجننت؟ والنبي ايه؟ انتوا وقعتوا في الخاية ولا حد سمع عليكم؟ انت عارف معناها ايه اعتداءك على رجال التموين وقوة البوليس؟ بوليس؟ بوليس مين يابا؟ انتوا وكلتوها للواد المرة اللي فاتت هتوكلوها لي انا؟ دور ضرب فيهم ولا انت هو؟ السيارة انت هو؟ أي حد هيتحرك هضرب في المليان. قلت التدعيم القوة يا عمين. بس حضر عندي. ايوه يا دكتور. بعد المعاينة الأولانية البلاغ مظبوط واللحمة لحم الجمعية فعلا. لا يا راجل، اللحمة ب 68 قرش تبيعها ب 4 جنيه. يا راجل حرام عليك. الله الله الله، هي الحكاية جد ولا ايه؟ اتفضل معايا. شرفت يا اخويا. مين؟ تعال اقعد هنا. انت تعرفني؟ هو في حد ما يعرفكش؟ صبي من صبياني. لا كلنا خدامينك. تعيش. وانت بقى جاي قضية ايه؟ هي قضية واحدة. دول بقوا قواضي. في حد بيحفر في سكتي. ما هو من عمايلك السودا. ايه قله الادب دي بقى؟ انت مين؟ لسه ما انت شايف يا عم القلب والنظر. انت مين؟ عبد الصمد. ايوه يا اخويا عبد الصمد. عبد الصمد الراجل الغلبان اللي ما عملكش حاجه. شفت؟ في نفس الجمعه يا شاه السميع العليم انك تجيني هنا. طب الكتم ياما وانت لسه ما تهددش. هدى لما تهدك. تعالى يا عبد الصمد. ايوه حضره البشاويش. ان دفعت لك الكفاله وهتخرج. فتك بعافيه يا حلاوه بيه. ربنا يهدك. اتفضل يا بابا. بابا جه يا ولاد. الحمد لله على سلامتك. الف حمد لله على سلامتك. وحشتني قوي يا بابا. يا ولاد يا حبايبي. صلى على النبي. امال يا حاج الله ما صلى على النبي احلام. نعم. ادري اعملي البابا لقمه عشان ياكلها. حاضر. بقول لك ايه، ابعدي عن العيش والحلاوه، انا احسن تلاقيه بيتعقد منهم. حاضر. باي جاز السؤال كده كمان. اتفضل يا بابا. باي جاز السؤال كده. يا ترى يا ولادي عاملين ايه؟ اكلكم شربكم وغسيلكم. كتر الف خيرها قبل انهار. ايما بالواجب. انت حلال. ايه عمتها لسه ما جاتش؟ عمتها؟ ايه؟ مالها يا عمتها؟ لا ابدا، اصلها كانت راحت المستشفى عشان تعمل تحاليل، قاموا حشوها هناك، وهي في وسط المعمعه دي جايبه صيغتها وتقول لي خد بيعها عشان تدفع كفاله لابوك. اقول لها يا بنت الحلال ما يصحش، عيب. تقول لي ده مش عشانك، ده عشان عبد الصمد افندي. كتر خيرها. انت ليك جاذبيه ناحيه الحليب واحنا مش عارفين. يا واد اختشي يا عبده. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقعدي يا نهار، اقعدي. هعيش ازاي من غيرها؟ طبيعي، اهدي بس. أنا هروح المستشفى أخلص كل الإجراءات، وأنت قوم من ناحيتك وضع كل حاجة. حاضر يا ابني، حاضر. بس يا نهار، بس إنا لله وإنا إليه راجعون. إيه رأيك في الأبهة دي يا عيال؟ ده أنت 100 فل وعشرة. يعني شكل عريس؟ يعني في عينك. مين؟ اتأخرت ليه يا كمال؟ ده انا بقالي ساعة رابط الكرافتة لغاية ما خلقتني. قال لي ما ينفعش الواحد يروح يكتب من غير كرافتة. بقول لك ايه؟ تفتكر الوقت مناسب للخطوبة؟ مناسب جدا، دي الطريقة الوحيدة اللي هتنسيها. بقالها دلوقتي شهر وزيادة حزنانة على عمتها، كفاية بقى والحقيقة أبقى من الميت.
يلا بينا. يلا خدونا معاكم. دي مناظر ناس تروح تخطب. فاحنا الحقيقه استنينا لما المناسبه غير سعيده تمر. فايه رايك بقى؟ امال عم عبد الصمد ما جاش معاك ليه؟ يا ست احنا بناخد منك الموافقه المبدئيه، بعد كده بقى هنقول لعم عبد الصمد وعيال عم عبد الصمد والصرماطي وعيال عم الصرماطي. خلاص خلاص. قلت ايه؟ السكوت علامة الرضا. مبروك يا خميس. خميس؟ بعز الجدة وابن حلال، وإن شاء الله حاله حصل على إيدك. وابن خالتك ومش غريب وهيخاف عليك. مبروك يا نهار. أيوة لكن ما تعمليش مكسوفة بقى أمار. خير البر عاجله. أنا هروح عند أبويا نقرأ الفاتحة سوا. فتحة؟ فتحة مين على مين؟ فتحة خميس على أنهار. نعم نعم. مالك استغربت كده ليه؟ احنا مالنا احنا؟ هو أبوه ما بيقولوش حاجة، واخد بالك أنت؟ أبوه ما بيقولوش حاجة. احنا مالنا؟ مالناش دعوة. ثم هنا أنهار وحدانية، محتاجة الحيطة. أي نعم حيطة مايلة بس كويس. ما تضحكي بقى أمال، مالك مبلمة كده ليه؟ اتبلم ده إيه؟ مش مكسوف يا جدع أنت؟ مبروك. مبروك يا انهار. احنا بصلاة على النبي نقرا الفاتحه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بابا نورت بيتك يا سيدي. وحشتني قوي قوي يا بابا. ازيك يا نور؟ وحشيني يا بنتي حبيبتي. خرجوني بكفاله بالعافيه بعد ما لبسوني قضيتين، كل قضيه قد العجل. معلش يا بابا. سلامتك يا حبيبي. اجيب لك دكتور؟ لا ملوش لازمه. الا قوليلي. ايوه بابا. ما شفتيش الولا شرده؟ جه مر. ها؟ وكان في غايه قله الادب معايا، طردته كده. يعتدي على حرمه بيتي وانا غايب. اتاري ما ورانيش خلقته وانا في الحبس. في 60 داهيه. في 60 داهيه ازاي؟ ده انا مديله فلوس، فلوس كتير قوي. اهدى بس يا بابا، يعني هيروح فين؟ هيرجع تاني ضروري. انا هجيبه من تحت تعطيه الارض. سعيده يا حبه القلب. خميس. ايه ما تشيل عني. ليه التعب ده كله؟ لا تعب ولا حاجه، دول شويه موز وشويه تفاح يستاهلوا بقك. إيه انت مش عايزاني ادخل ولا ايه؟ لا ابدا. ازاي؟ اتفضل. يا ست انا بقيت خطيبك، ما فيهاش حاجه ابدا يعني. بس انا خايفه من الناس. الناس ملهاش حاجه عندنا. انا بحميكي بحب من الناس، وبكره تعرفي ان الحب سيد الاشياء. نعم. لا بكلمك بالثقافه. لا انا كنت جاهله ولا ايه؟ ما انا كمان بفهم في الثقافه. ده انت ابو الثقافه كلها. ايوه كده. اتحاكي اتحاكي اتحاكي. منعول ابو الغم يا شيخه. اتحاكي. خير يا دكتور؟ واضح انه واخد صدمة عنيفة. أرجوكوا هاتوا له الدواء ده بسرعة. حاضر، مع السلامة. كل دي ما تكسفنيش أمال. علي النعمة الواحد ما كانش عايش يا جدعان. ربنا يقدرني ويسعدك يا أنهار. شوف يا خميس، عمتي دايما كانت بتقول لي ان كل شيء اسمه نصيب. وانا نصيبك الفل. اشوفك غدا يا انهار الحب والجمال. مع السلامه يا خميس. هتوحشيني من هنا الغد. مع السلامه يا حلو. مع السلامه. عم عبد الصمد. مساء الخير يا عم عبد الصمد. مساء الخير. هو ماله بيبص لي شطرا كده ليه؟ بصرة يا جبانة اهي. ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ طب مش تقول سلام عليكم الأول؟
ابويا قلب الدنيا ونزل الانهار تحت وبعد حكايه. علشان شاف الناس اللي عندها. طب وايه يعني هو ماله؟ يلعب يالا. هو ماله يعني ايه؟ لازم يخاف على سمعتها. كلم الناس كتير والحاره كلها بتتكلم. والمطلوب مني ايه دلوقتي؟ تجيب المأذون وتكتب الكتاب. كده؟ وانا تلميذ؟ ما انت خططتها وانت تلميذ. ايوه بس انا مش مستعد دلوقتي للجواز. خلاص يبقى سيبها. مش هسيبها. كده هكسر لك رقبتك يا خميس. الله 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 الله. ايه يا جدعان؟ اخزي الشيطان يا ابو كمال، ده انتوا اخوات. اخواتي بقى لازم يسمع الكلام. عشان خاطرك انت بس يا كمال هكتب الكتاب. ماشي يا عم. اهو كده. كويس. اروح اقول لهم انك انت بقيت راجل. مبروك ابو خميس. هو انا بتاع جواز؟ انت صدقت يالا؟ وما صدقش ليه؟ اللي اتفرط في نفسها ما اتجوزهاش يا دنداني. ايه؟ بتقول ايه يا خميس؟ انا مستعد اشتغل ايها حاجة. في وظيفة ملاحظ مباني في الكويت، تنفع؟ تنفع قوي. عندك باسبور؟ اطلعه في 24 ساعة. احنا بناخد 600 جنيه. يا خبر اسود. ده مبلغ كبير قوي. انت هتشتغل هناك بالشيء الفلاني، ودول ما يطلعوش مرتب شهر. بكرة اجيب لك الفلوس والباسبور. ينفع؟ ينفع قوي. احسن برضو عشان ما حدش يتكلم. مش كده؟ نكتب الكتاب وبعد ما اتخرج ندخل على طول. ان شاء الله. بقول لك ايه يا نهار؟ انا واخد منك كام لغايه دلوقتي؟ يوه يا سيدي، هو في فرق بيننا؟ لا لا لا، انا راجل حقاني. انت ابن خالتي وهتبقى جوزي خميس. برضو بعد ما اتخرج اديك فلوسك على دايري مليم. انا واخد كام؟ 230 جنيه. 230 جنيه و800. 800 ايه؟ 800 جنيه طبعا. بتوع ايه؟ اصل ما اخبيش عليكي، انا مديون بمبلغ قريب من الحكايه دي، ومصاريف الليله هتتكلف يعني حوالي 800 جنيه. بس انا ما معيش المبلغ ده. يا خساره، هنأجل. خميس لا مش ممكن، ما انت عارف. اضل وادي حكمته، هنعمل ايه؟ خلاص يبقى ارهن الذهب بتاع المرحوم عمتي. ايوه، ترتبي نفسك بقى على يوم الجمعه الساعه 4 نكتب الكتاب. ماشي يا حبيبتي انهار. ايه يا ابني؟ معقول الكلام ده؟ الساعه بقت 7. معلش خايف جيت معاه، هنعمل ايه بقى؟ ده ايه اللي هيجي الساعه 4؟ خميس سافر الكويت. بتتكلم جد؟ يا حظك يا نهار، يا شمت الناس. اهدي يا نهار، اهدي احسن، والله ما يستهلك. لا تشد وشد بس طبيعي وتلميذ خايف. انا عارف كنت هتتجوزيه ازاي ده. اعمل انا ايه دلوقتي؟ اعمل ايه في خيبتي؟ الناس يقولوا عليا ايه؟ العريس هرب مني ليه؟ لا متأسفين خالص يا حالة المأزوم. حطتونا بس على الفاضي. معلش. يلا حبيبي انت وهو، مفيش شربات. يلا حبيبي شطبنا. راح فين؟ يلا يلا ما تنحش. يلا حبيبتي خلاص شطبنا، طلع شلطة. شاب شربات على ايه؟ قفل يا دنداني. واجب. يلا يا ريت. هو يلا اوعى يا جدع اوعى. لم منهم علب الملابس، ولا واحد هيخرج بعلبة ملابس في جيبه. نشيبها مفيش جواز وخراب ديار كمان. يلا يا سيدي. خايف اقول اللي في قلبي تتقل وتعاند وياي، ولو دريت عنك حبي تفضحني يا عيني في هواي. ايه الحلاوة يا عبد؟ ده مش معقول. لا الرئيس متقلب بيغني ولا ايه؟ بجد يالا. لا حلو، تعالى اقعد يا كمان، تعالى انا اقعد اقعد يا كمان. انا عايز اقول لك حتة خبر مهم جدا. خير؟ انا هتجوز انا. مين يتجوز مين؟ معقول الكلام ده؟ مش معقول. ليه؟ اللي مش معقول ليه؟ ده كانت هتتجوز خميس. ما هو عشان كده الجرح اللي سببه لها اخينا ده انا حداويه. اما حداوي ايه؟ هو انت حكيم؟ مش جارتنا يا ابني. هو كل واحد له جاره ومتجوزها؟ لها افضال علينا. واحده عملت لك افضال، طب انت كفايه بانك انت تتجوزها؟ ثم ان جوازها مش في صالحها. في فرق سن كبير. فرق سن؟ انت فاكرني كححت؟ لا من حقي اعيش يا الله.
انت ناسي انك خالي الشغل وموقوف عن العمل؟ لا، وانا ما فكرتش في الحكايه دي لما لقيت شغل في شد الخشب ب60 جنيه في الشهر. على كل حاجه مش هاوحك، لان انا متاكد انها مش هتوافق. لا لا، انت فاكر لما كانت هتبيع صيغتها عشان تدفع الكفاله؟ فاكر الكفته اللي جابتها لي في الحجز؟ الكفته ايه يا جدعان؟ الكفته مش كل حاجه يا بابا. اجريها لي انت يالا. اجرالك ايه؟ انت بتعجزني انا؟ حق عليا اللي بعتبرك راجل وباخد رايك كصديق. انا ماليش دعوه، اللي عايز تعمله اعمله. اهو كده، قول لي مبروك يالا. مبروك عليا يا بابا. تعالي يا احلام، تعالي زغرتي لابوكي. انا هتجوز انهار. ايه؟ عشان جابت له كفته. انا يا انهار هكون في منتهى السعاده، وربنا يقدرني ويسعدك واعوضك بالحنان عن تصرفات الولد المجنون ده. بس يا عبد الصمد يا فندي. ايوه عياطي عياطي عشان تغسلي كل الهموم اللي عندك دي، عشان تبتدي عهد جديد كله امل كله مستقبل. مستقبل؟ انا حرف على راسي في الحاره دي كلها. انا هخلي الناس كلهم يقولوا ده من بختها ان الولد ده سابها. بس يا عبد الصمد اسمعي، انسي كل اللي فات، انسي انسي، احنا اولاد النهارده. الفرح فرح القلب يا نهارتي. ها؟ مين؟ افتح يا عزوز، انا خميس. خميس مين؟ مش عارف خميس مين؟ افتح يا جدع انت، انا خميس عزوز. عزوز مين؟ عزوز انت. خميس مش هنا، خميس مساف. ادينا عمار. افتح يا قف. يبقى انت. انا خميس. انا خميس. انا خميس. ازيك يا سباك؟ الحمد لله على السلامة يا خميس. ازيكم؟ الحمد لله على السلامة. ايه اللي رجعك بسرعة كده؟ انا اتبهدلت اخر بهدله، رحت لقيت العقد ولا يحزنون، حاولت اشتغل اي شغلانه تانية معرفتش. طمنوني، ايه اخر التطورات؟ يوه. ايه في ايه يا خرابي؟ ما تكلم يالا انت. يالا ايه دي؟ حصلت حاجات رهيبه. ايه؟ انهار اتجوزت كده بسرعه. اتجوزت مين؟ كمالي؟ لا، ابوه. يا نهار، زي بعضه ابوه. اما حته مفاجاه؟ لا، ولسه المفاجاه التانيه اللي عرفناها امبارح. بس ايه، خلفت؟ هتخلف بالالكتروني؟ امال ايه اللي حصل؟ بيقول لك يا سيدي كان عندها اوقاف، والاوقاف اتحلت، ورثت بقى اطيان وعقارات وحاجات كتيره ملهاش اول من اخر كده. معلش ملناش نصيب، مش مهم. وايه تاني؟ لا بلاش بقى. لا قول. لا يعني بلاش نقول لك على الجواب. جواب ايه؟ الجواب اللي جالك من الكلية. جواب ايه اللي جالي من الكلية؟ فصلوك. بجد؟ بسيطة. مع السلامة. شكرا. انت عليك الدور. شكرا يا باشا مرد. اتفضل. باشا مرد، من كل الله اللي كنت السبب. كان فاضل سنتين وبقى اجدع من اللي قاعد جوه. ممكن تجيب لي كوبايه ميه يا اخينا؟ كوبايه ميه؟ ايوه كوبايه ميه. حاضر يا اختي، هجيب لك كوبايه ميه. خميس، انت ايه اللي جابك؟ بلغت شمت صحيح. بوصل مشوار لغايه الكويت عشان اجيب لك قرشين، ارجع الاقيك متجوزه الراجل الخنشور اللي اسمه عبد الصمد. اخرس. الله يسامحك، ده لو شافك هنا هو هيقتلك. لا، ده لو كمال اصحاب قوي. وبعدين كمال مش موجود، وعم عبد الصمد كمان مش موجود. مفيش غير العيال الصغيره، مش كده؟ مع السلامه بقى. لا، شوف يا بنت الحلال، بما اني غلطانه في حقي لازم اصفي الحساب اللي بينا. حساب ايه؟ انت اتجننت؟ قبل انهار اقطع الفاصوليا؟ في عرضك امشي، ما تفضحنيش للعيال يشوفوه. ما احنا لازم نصفي الحساب، هنتفاهم، وكل حي له حاجه هياخدها، حق هياخده. ولا انت حره بقى؟ عايزاني اقع مع عبد الصمد افندي وتبقى حكايه يا ابله؟ طيب يا حبيبتي جايه، انا هجيلك، بس ارجوك ما تجيش انت هنا. طيب هستناكي بكره. طيب.
العنيس. ما حاجة غريبة أوي. أهلا يا بابا، هات عنك. فين أنهار؟ أنا هنا عبد الصمد أفندي، إزيك؟ الحمد لله. روح أنت يا أحلام. أنهار، أنا عايزك. خير يا عبد الصمد أفندي؟ أنا تخيلت بواحد زي خميس. هو كان هنا؟ نعم، خميس. خميس مين يا أخويا؟ سلمت الشوف ده خميس في الكويت. هما مش بيقولوا برضو إنه في الكويت؟ أما رح أشوف اللي على النار. أما أنا عاملة لك شوية فاصوليا، إنما إيه؟ هتاكل صوابعك وراها. أنا إيه اللي خلاني أكتب؟ يا ريتني كنت قلت له الحقيقة، يا ريتني. خميس كان بيعمل إيه هنا يا أحلام؟ خميس؟ آه، أصلي نسيت أسأل أنهار. مش عارفة والنبي يا بابا، أنا أصلي كنت بقطع الفاصوليا، وبعدين خرجت أنده على أبلة فلقيتهم واقفين بيتوشوشوا مع بعض، بس مش عارفة كانوا بيقولوا إيه. أنا بقى عارف. أمال بتسألني ليه بقى يا بابا؟ طب روح أنتي، روحي. طيب طيب. الله، من مين؟ ولا خميس، ابعد عن طريقي وانسى اللي كان بيننا ان كان عندك ضمير.